اعتمدت السياسة الطاقوية في الجزائر على تنويع مصادر الطاقة والمستخدمة ورفع كفاءة استهلاكها وترشيده وحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30% على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035 عن طريق إنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15000 ميجاوات، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال التوقيع على عقود مع شركات وطنية وأجنبية الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية لأول مرة في تاريخ الجزائر، بقدرات هائلة هامة تصل إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية والكهروضوئية موزعة على 20 موقعا عبر 13 ولاية عبر الوطن، بطاقة تتراوح ما بين 50 إلى 350 ميجاوات لكل محطة، حيث تم الانطلاق الفعلي في إنجاز هذه المحطات الشمسية.